شئت من شيء بعد. صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي. البارحة مر معنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر قد خرجا من بيوتهما فسألهما فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. اليوم حديث يتكلم فيه أبو هريرة رضي الله عنه عما جرى له من الجوع أيضا، ثم سيفصل ما مضى معه وما جرى له. يقول: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يضغط قليلا على طرف بطنه من جهة الكبد لعله يزول عنه شيئا ألم الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. بعد أن يخرجوا من المسجد، الممر الذي يمشي منه الناس وقف قليلا لعل أحدا يقول له تعالى فكل، أعود فأقول: لما من قلة الطعام والشراب بين يدي الناس؟ لا بخلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا استكبارا من جهة ولا كذا، لا، من قلة الطعام والشراب، يعني هم لا يجدون أصلا. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، يسأله سؤال استفهام وقد تبسم، أبا هر، يعني كأنني فهمت ما بك. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، امشي معي. قال: ومضى فاتبعته، فدخل يعني إلى بيته، فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح. قدحنا اللي بنقول له يعني بالعام التولي وعاء، لكنه يكفي شخصين أو ثلاثة كما نعلم للشرب. واللبن غالب عرف العرب، حينما يستعملون اللبن يقصدون به الحليب. قال: فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة، يعني من المسلمين. فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قد عرفتم البارحة أول البارحة من أهل الصفة، وذكرت سابقا ذلك أكثر من مرة، هم أضياف الإسلام الفقراء الذين يجلسون على الصفة التي هي دكة صغيرة في آخر المسجد، ليس لهم شيء، فقراء، ولو كان هناك مجال لأن يستوعبهم المسلمون في بيوتهم لما قصروا، ولكن من كثرة الضيوف ومن كثرة من في البيوت ومن كثرة القادمين ليعلنوا إسلامهم ما كان لهم مجال إلا هذا المكان، وكانوا فقراء وكانوا من أنشط الناس عملا رضي الله عنهم، لا كما يظن الناس أنهم فقط كسالى جالسون يسندون ظهورهم إلى المسجد في المسجد وهكذا لا عمل، لا، كانوا من أكثر الناس عملا وكانوا في أول صفوف الناس في كل شيء، في القتال وغيره، وكانوا يكثرون أحيانا يقلون حينا، ولا يقلون في كثير من الأحيان عن 70 رجلا. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال يعني أبو هريرة، وأهل الصفة يشرحهم أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال، ما عندهم زوجات ولا كذا ولا عندهم أموال،
ولا على أحد، ما عندهم شيء. وكان إذا أتته الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. قصة سلمان رضي الله عنه لما أسلم مشهورة، فيخبر إذا جاءته الصدقة بعث بها إلى الفقراء، إذا جاءته هدية يأخذ منها شيئا أيضا وما تبقى يعطيه للفقراء كرما منه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فساءني ذلك، وأنا أقول هذه مزيتهم التي أكرر دوما وقد سمعتموها مني مرارا. ما مزية الصحابة؟ صدق. صدق، صدق، لا كبر الإدعاء والوهم كما نصنع نحن. نحن أصحاب وهم يا أيها الإخوة، لذلك حياتنا معظمها وهم في وهم. أنا الحمد لله رجل طيب، أنزل على صلاة الصبح، الحمد لله ما بقطع فرض. لمن تقول هذا؟ على من تمن؟ أنا أسألك وأسأل نفسي إن كنت أقول مثل هذا، على من أمن؟ على نفسي؟ عليك؟ أستغفر الله على شيء آخر؟ على من تمن يا أخي إن كنت عاقلا؟ هذا فضل الله عليك وعلى الناس، لما تقول هذا الكلام في الأصل؟ الحمد لله رب العالمين، أنا ما بقصر، إيش ما في مجال خير بعطي قرايبيني، أولاد عمي، جيراني. أيضا على من تمن يا أيها الإنسان، يا أيها العاقل، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لمن تسمع هذا الكلام؟ سبحان الله، لما؟ ليرضي الغرور الذي في نفسه. أما أن يقول والله أنا غفر الله لي، والله أنا إنسان مقصر في جنب الله، كثير من الأمور مقصر فيها، أسأل الله المغفرة والرحمة، لا، يقول أنا ما في مثلي أنا. وإن ذكر إنسان أنه أخطأ يدافع عن نفسه دفاعا مريرا، لأن نفسه لا ترضى أن يوصف بالخطأ. هو رجل عظيم جدا، لم يأتي قبله ولا بعده مثله. مزية الصحابة الصدق. أخطأوا يقولون أخطأنا، أساءوا يقولون أسأنا، أذنبوا يقولون أذنبنا، يعترفون مباشرة، لا تشرئب أنفسهم، ولا هذه النفس الأمارة بالسوء تعلو ولا ترضى لأحد أن يصفها بخطأ أو كذا، لا 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 لا، هذا الانتفاخ الكاذب غير موجود عندهم. لذا سبقوا فضلا عن باقي أعمالهم. هذه من أهم مزاياهم، الإنسان الصادق مع نفسه ومع الناس وفي الأصل مع الله تعالى، يأتيه التوفيق من الله. لذلك لما حكى الله لنا قصة من أخطأ في غزوة تبوك فتأخر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ختم القصة فقال رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب يا ربي مع المؤمنين مع الصالحين؟ قال مع الصادقين، اللي بيغلطوا بيعترفوا بذنبهم فيتوبون توبة صادقة إلى الله فيرضى الله عنهم، أما ينتفخون كذبا وزورا وبهتانا ولا يعترفون بخطأ لأنهم مبرؤون من الأخطاء، هم أنبياء أو ملائكة، فهذه هي المصيبة. لذا لما لا يرضى أحدنا بأن يوصف بخطأ وهو مغمور في الخطأ، ما عاد إنسان يقبل نصيحة أصلا. لو نصحته لا طلع شغلتك، روح طلع على حالك، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل غنم معلق كرعوب، خلص الدين النصيحة مسح إلا ما رحم الله. لذلك كما قلنا نرى الشرور كثيرة. قال: فساءني ذلك. الرجل جائع كما قلنا ينزل إلى الأرض من الجوع، يشد العصا الحجر على بطنه من الجوع، ثم يقال له بقدح من حليب: الحق فأتي بأهل الصفة. أي أهل صفة؟ هذا لا يكفيه، هو لا يسد رمقه هو وحده، فأين أهل الصفة من ذلك؟ قال: فقلت: وما هذا اللبن؟ يعني يقول في نفسه: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. يقي أنا يعني قد رآني هم، هو لم يراهم، أنا أستحق قبلهم. وهذا كلام حق ليس بباطل، لكن سنرى ما يجري. قال: فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن.
ثم قال تلك الكلمة القيمة رضي الله عنه، قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، رضي الله عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هذه أيضا إحدى مزاياهم، وإن وجدوا أن الأمر فيه على أنفسهم شدة وألم شديد، لكنهم ما كانوا يقصرون، يبادرون. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم. هذه أيضا سبحان الله، لو وقف الإنسان مع كل جملة وكل مقطع من مقاطع الحديث لوجد فيه فائدة. فدخلوا واستأذنوا. كثير من الناس ينسى شيئا اسمه أداب الاستئذان. هذا صديقي، هذا صاحبي، هذا جاري، كما أكون جالسا في الغرفة يعني مشغول أو كذا ذهني، ما أجد إلا بعض إخوة على عيني كلهم إخوتي، لكن ما أجد إلا إنسان فتح الباب ودخل، أنا أكون مشغولا بكتابي أو بقراءتي أو كذا، والله يعني أخاف أتوحم، ما بك يا أخي؟ خير إن شاء الله خير. طيب اقرأ الباب، مو في باب ومغلق، مو أنا جالس في الداخل. بالأمس لما كنت مريضا يعني أذكر أمرا قد يجري مع أي إنسان، كنت مريضا يا أخي، وكان أحيانا للأسف هذا الواقع ينزل مني دم. طيب أنا أريد أن أتفقد نفسي ووضوئي قبل أن أخرج، إنسان يدخل علي فيراني في هذه الحالة، كيف يكون ذلك؟ جزاه الله خيرا، هو أخي، لكن أحق لأخ أن يرى أخوه على هذه الحالة. طيب يا أخي جزاك الله خيرا، ليش هيك دفعت؟ معلش الشيخ صديق، إيه والله صديقك، أنا ما قلت شيء، أنت أخوي مو صديقي فقط، لكن يا أخي لما شرع الله آداب الاستئذان؟ لماذا؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي أخدمها، ليس لها أحد يخدمها غيري، أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. فقال: ليس لها أحد يخدمها غيري، أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. فعاد الثالثة قال: أتحب أن تراها عريانة؟ فقال: لا. قال: فاستأذن عليها. أمي إيه أمي، أستأذن عليها. شرع الله، كل إنسان يخلو بنفسه يا أخي، له حاجة، له ضرورة، له شيء، سبحان الله. فأقبلوا واستأذنوا. قال: طيب معروف الدنيا استأذنوا؟ لا، هم جاءوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وهم يعرفون أنه مستعد لاستقبالهم، ورغم ذلك استأذنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال أهل العلم تستأذنوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال: فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح يقدمه للرجل الذي دخل فيشرب هذا الرجل حتى يروى. قال يعني جرعة واحدة، لا، كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرب ثم يرفع قليلا، يتنفس خارج الإناء، يبعد الإناء عن فمه، ثم إذا أراد أن يشرب مرة أخرى ليرتوي يعيد، ثم يبعده بعد أن يسمي الله تعالى، ثم إذا أراد الثالثة، وهكذا. هذه آداب الشرب. سيدنا أبو هريرة يقول: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح. لعله كان رضي الله تعالى عنه كلما قدم هذا القدح لأحدهم ورده إليه ينظر فيه، بقي شيء. أيضا أقول حقه والله رضي الله تعالى عنه. قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، اللهم صل وسلم وبارك على من أجريت على يديه الخير. قال: حتى روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه في يده، ثم قال: فنظر إلي فتبسم، تبسم لما رآه الأولاء، والآن لما ختم الأمر تبسم. فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. أبا هر أيضا تدليع، هو أبو هريرة
عبدلع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه أيضا معهودة، إذا كان هناك ملاطفة بين أخ وأخ فلا بأس باستعمال بعض الكلمات التي لا تؤذي ولا تجرح من غير الأسماء المعهودة. يقال له أبو هريرة أو كذا، واسمه عبد الرحمن بن صخر يداعب أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله، صح يبقى بدي دوري يعني. قال أقعد فاشرب، اجلس فاشرب. كأنه أيضا لسان حاله يقول اشرب أنت يا رسول الله. فلما أمره أجاب للأمر، أقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. خدم رضي الله. قال فأرني، أعطيني الآن. قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. سبحان الله، ما أطيب هذه الحياة وأهناها وأعظمها التي عاشوها. طيبها صدقهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن ناحية الدنيا بلاء في بلاء، الذي يصل إلى كل هذا الجوع ومعه كل هؤلاء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ومن الجائعين، فهي حياة ابتلاء. لكن طيبة بتلك المحبة، بتلك المودة التي كانوا يعيشونها والتي بدأت تفقد كثيرا فيما بين بعضنا البعض، حينما يأمل الإنسان لنفسه خيرا ولا يريد خيرا لغيره. هذه يا أيها الإخوة سبب أيضا من أسباب استمرار البلاء، حينما لا يريد الإنسان خيرا إلا لنفسه، لا يرجو خيرا لغيره. فإن أتاه خير قصره أيضا على نفسه وخبأه عن الناس، لا يريد أن ييسر الله تعالى ويجري على يديه نفعا لعموم الناس. فالحديث فيه إذن أشياء من المنافع كثيرة والحمد لله. قال وعن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة. محمد بن سيرين رحمه الله من التابعين، ومن باب الذكر والفائدة ما هو مشهور أو قد اشتهر له كتاب أو كتيب صغير يقال له تفسير الأحلام لابن سيرين. ابن سيرين هذا الذي يذكر، لكن هذا الكتاب ليس له. قال كيف؟ هذا الرجل رضي الله رحمه الله ورضي عنه من التابعين، ممن رأوا الصحابة يسمون التابعين، وكان مشهورا. الله تعالى ألهمه وأكرمه بهذا العلم وهذه الفضيلة، وهي أنه يفسر الأحلام والمنامات بشكل صحيح. فورد عنه عدد من القصص بأسانيد جيدة فيها تفسير لمنامات. أما أنه ألف كتابا هذا هو الموجود بهذا الشكل فلم يرد ذلك، ولم ومعظم الذي فيه لم يرد أصلا بأسانيد صحيحة أو حتى حسنة أو ضعيفة عنه. قال من أين جمع؟ جمعه بعض الناس في عصور متأخرة ولكي يشتهر نسبه، فقال ابن سيرين. قال إذا لا يعتمد عليه؟ الله أعلم، لا يعتمد في الراجح، لأنه في الأصل لا تصح نسبته إلى هذا الرجل إلا بعضه قليلا منه. هذا الرجل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي. يحدث أيضا في وقت آخر عن نفسه، يقول أبو هريرة لقد رأيتني وإني لأخر، أخر يسقط إلى الأرض، فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، بصفر في العام. فيجيء الجائي، الإنسان الذي يدخل إلى المسجد القادم، الجائي القادم، ولعله يكون غريبا أو لا يعرف من أبو هريرة، فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون. قول هذا في بني آدم هيك شطح في الأرض بهالشكل، جد بهذا هز برجله
هذا الجائي القادم الغريب الذي لا يعرف أبا هريرة، في حدا بالصراف تلقح بقلب المسجد بهذا الشكل مجنون هذا، فيهزه برجلي. قال: ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. أخرجه البخاري. يقع إلى الأرض، يعني الآن بقى بيعرفنا، نزل ضغطه وصفر وجهه ويا لطيف خذوا الولد بده يموت بين ايدينا، ولا نقيم الدنيا ولا نقعدها. اذا انسان اصابه شيء بسيط من الام الدنيا يا لطيف الحقوا به، ادركوه وناتي له بالاطعمه والاشربه وضعوا له السيروم، شغله عظيمه جدا. نحن يا ايها الاخوه على كل ما حل بنا للاسف نعيش في رفاهيه كبيره. انا اخاطب الانسان من ناحيه كونه معترفا بنعم الله، من هذه الناحية تحديدا نحن في رفاهية كبيرة من ناحية نعم الله تحديدا علينا، لكن كثيرا منا لا يشكرها ولا يقدرها، وصارت كماليات الحياة أساسيات في أعرافنا. لذلك لم نعد نرضى إن ضاقت علينا بعض الكماليات. إذا ما عندي أحدث جوال والله مشكلة، إذا ما عندي أفضل شيء في البيت، أساس البيت صار قديماً مشكلة، كذا مشكلة. هذه كلها كماليات ورفاهيات، لكن صارت عند الكثير من أساسيات الحياة. يخر ما بي إلا الجوع فقط. قال وعنه أيضاً قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء. أعاد الإمام النووي هذا الحديث الذي ذكره وقد قرأناه منذ أيام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. تذكرون أيضا البارحة أنه نام يوما صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه. الآن تذكر السيدة عائشة هل كان له فراش؟ نعم. من ماذا مصنوع؟ قال من أدم. الأدم الجلد، قطعة من الجلد وتحتها هل هناك له حشو أو كذا؟ نعم. ما هو؟ ليف. كم رقتها؟ هكذا. هذا كان أحيانا وأحيانا لا يوجد فينام إلى الأرض مباشرة أو إلى الحصير. ودخل يوما أحد الصحابة فرآه على هذه الحال فأرسل إلى أمهات المؤمنين بفراش وثير ناعم وسميك ليرتاح عليه الإنسان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينظر إليه فجلس إليه، فلما استيقظ قال: من جاء بهذا؟ قال: فلان ما أراد إلا خيرا، يعني أراد راحتك. قال: خذوه ردوا علي فراشي. هذا يكسب، اجعوا لي هذاك، أعطوني هذاك، ذاك الذي يريده من متاع الدنيا. أما أنا فإن لم أنم على فراش بسماكة كذا، أقول أنا لأنه بعض إخوة إذا قلنا نحن يتضايق، ليش أقولنا مع بولا بقول لنفسي أنا المخطئ، أنا المذنب وأتوب إلى الله وأستغفر الله العظيم. فإذا لم أنم على فراش سميك جدا وطبقة وطبقتان وثلاثة، فأقول يا أخي والله تكسرنا بهالنوم، إيش النوم هي. لله الحمد على كل حال. لذا يا أيها الإخوة هذه الأحاديث تعلمنا لا بد للإنسان أن يتدرب، فقد يمر به أحوال يصاب بها بشيء من البلاء، فإذا كان قد تدرب نوعا ما على خشونة العيش يستشعر قدر نعمة الله عز وجل فيقدرها ويشكر ربه عليها. على كل نقول: اللهم إنا نسألك أن تعرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها، وأن ترزقنا شكرها وذكرك يا رب حق الذكر والشكر. الحمد لله تعالى رب العالمين.